ولنقاش الحوار الفلسطيني الفلسطيني في ظل التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية دوليا وإقليميا، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج الأستاذ ماهر شاويش. أهلا بكم. أهلا بكم، حياكم الله وبارك الله فيكم. أستاذ ماهر، بعد انتهاء هذه المباحثات بين حركتي فتح وحماس في مدينة إسطنبول، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة إذا وضعناها في إطارها الزمني والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية؟ يعني بداية أنا أعتقد أنه لا يوجد أي فلسطيني لا يريد أن تكون الوحدة الوطنية هي المدخل الأساسي لترتيب وإعادة تنظيم النظام السياسي الفلسطيني. هذا مطلب فلسطيني واستحقاق فلسطيني مطلوب منذ يعني أن بدأ الانقسام في عام 2007، لكن أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة متأخرة من قبل هذه القيادة، على اعتبار أن هذه القيادة كان يجب أن تدرك تماما بأن الوحدة الفلسطينية هي المدخل الأساسي لترتيب البيت الفلسطيني، وهي العمود الفقري في تنظيم الحالة الفلسطينية والبيت الفلسطيني. لذلك هذه الخطوة أعتقد أنها جاءت متأخرة، على الرغم من أنها مطلب شعبي ومطلب لكل أبناء الشعب الفلسطيني، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. والآن شعبنا الفلسطيني بتقديري يعول بشكل أساسي على الخطوات العملية وليس على الكلام النظري الذي صدر، سواء في البيانات التي صدرت أو حتى في آليات العمل التي تم التحدث عنها. الآن يجب أن يتم التركيز على الخطوات العملية وأن تترجم، وأن يترجم كل ما صيغ بالأدبيات ومن يعني باللجان تم الحديث عن تشكيلها، أن يتم كل ذلك ترجمته بشكل عملي على أرض الواقع، لأن هذا الشيء الذي ينتظره شعبنا بشكل واضح وصريح. ماذا يمثل قبول حركة فتح الجلوس مع حماس في مدينة إسطنبول في الوقت الذي رفضت في وقت سابق الجلوس في عواصم عربية أخرى، وإلى أي مدى أثر ملف التطبيع مؤخرا في تغيير حسابات حركة فتح؟ أنا أعتقد لا شك أن الجلوس في إسطنبول مرتبط في الظرف الموضوعي، القضية الفلسطينية تتحرك بين ظرف ذاتي وظرف موضوعي. لا شك أن الظرف الموضوعي التي تغير بسبب موجة التطبيع ربما أجبر حركة فتح على أن تدرك بأن يعني ربما يعني تشكل إسطنبول حاضرة أساسية لقضية المصالحة الفلسطينية. وأنا لا أعتقد أن هناك يعني نوع من استبدال المحور المصري الإماراتي السعودي بمحور قطري تركي كما يشاع، ولكن أنا أعتقد كان يجب على القيادة الفلسطينية أن تتلقف ذلك سابقا وأن تدرك بأن هناك نوايا صادقة برأيي لدى الحكومة التركية وأيضا لدى الحكومة القطرية باتجاه احتضان المصالحة الفلسطينية. المشكلة في أن القيادة الفلسطينية شككت حقيقة بالجانب القطري وشككت في الجانب التركي، ومع الأسف الشديد عولت على المحور المصري الإماراتي السعودي، والمؤسف أكثر أنها عولت على الأمريكي والإسرائيلي في لحظة من اللحظات. الآن اكتشفت هذه القيادة الفلسطينية بأن الرهان على الأمريكي والإسرائيلي رهان خاسر، وأيضا الرهان على المحور الإماراتي السعودي المصري رهان لم يعطي نتائج كما ينبغي، وبالتالي توجهت باتجاه المحور ربما التركي القطري، لأنه رئيس الوفد الفتحاوي ذهب إلى مساء إلى زيارة إلى تركيا والتقى بوزير الخارجية التركي. لكن يجب أن تدرك هذه القيادة أنه هناك ربما تأثير إماراتي سعودي مصري وتأثير تركي قطري في القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية أصلا تتحرك في بعد يعني محلي وفي بعد عربي وفي بعد إسلامي وفي بعد دولي، لكن هذه القيادة يجب أن تدرك بشكل صحيح كيف تستطيع أو كيف ممكن أن تحدد محور أصدقائها ومحور أعدائها وخصومها حتى تستطيع أن تتحرك في القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح. يجب أن لا يتم الحديث عن استبدال محور بمحور، لأنه حقيقة إذا كان هناك يعني ضغط إماراتي وسعودي أو قدرة مالية للإمارات والسعودية على التأثير في القضية الفلسطينية، فهناك أيضا عامل جغرافي تتحكم فيه مصر عن طريق يعني جيرتها أو حدودها مع قطاع غزة، وبالتالي يجب أن تدرس هذه القيادة طريقة تحالفاتها وطريقة صياغة هذه العلاقة مع هذه الدول ككل بما يخدم القضية الفلسطينية، ولا يغلب محور على محور، وإنما الهدف الأساسي يكون أمام هذه القيادة الفلسطينية هو كيف تخدم هذه القيادة الفلسطينية مصلحة القضية الفلسطينية.
استوقفتني نقطتين ربما نحاول تلخيصهما في دقائق المعدودة المتبقية من استوديو رافدين. حديثكم عن المحاور، إلى أي مدى توجد أو بقيت نظرية المحاور سائدة بعد تلويح الولايات المتحدة بمطبعين جدد من الدول العربية، وأهمية التركيز على توحيد الصف الداخلي وتسريع نحو الانتخابات التي تحدث عنها بيان حركتي فتح وحماس؟ يعني لا شك، أنا قلت أن القضية الفلسطينية تتحرك ضمن هذه المحاور، والقضية الفلسطينية ليست منعزلة عن جغرافيتها وعن يعني الدوائر التي تتحرك فيها، سواء كانت المحلية الذاتية أو حتى العربية الإسلامية أو حتى الدولية. لكن كان مهم جدا التركيز على المحور الذاتي أو على القضية الذاتية، هذا الظرف الذاتي. هذه القيادة كان يجب أن تدرك تماما بأنه لا يمكن أن يتم أي ترتيب للبيت الفلسطيني أو أي صياغة لنظام سياسي فلسطيني دون أن يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية. أنا بتقديري تأخرت هذه القيادة الفلسطينية 14 أو 13 سنة في جولات من المصالحة وفي جولات من الحوارات دون أن تدرك أن مفتاح أو كلمة السر في هذه القضية هي المصالحة أو العلاقات البينية الفلسطينية، وأن مفتاح الحل هو أن يكون هناك نظام سياسي فلسطيني وإعادة ترتيب للبيت الفلسطيني. لكن الآن إذا استطاعت هذه القيادة أن تترجم ما تم في لقاءات العملاء العامين في بيروت وما تم الآن في إسطنبول إلى قضايا عملية فهذا ممكن. المهم أن لا تعيد هذه القيادة الفلسطينية الرهان على الأمريكي، وأن لا تكون هذه الخطوة هي خطوة مناورة وتكتيك، لأنه إذا كانت هذه الخطوة ليست خطوة استراتيجية ومبنية على المناورة والتكتيك إلى حين انقضاء الانتخابات الأمريكية أو إلى حين تبدل ما في الأجواء في المجتمع الإسرائيلي فهذه كارثة، لأنه حقيقة راهنت هذه القيادة الفلسطينية على هذه القضايا في جولات سابقة وفي أزمنة سابقة إلى أن اكتشفت أن الرهان خاسر. الآن يجب أن تدرك هذه القيادة الفلسطينية أنها الذهاب إلى المصالحة الوطنية، إلى المصالحة الفلسطينية وإلى الوحدة الوطنية الفلسطينية وإلى بناء نظام سياسي فلسطيني قوي وقادر يجب أن يكون منطلق من رهانها على شعبها. راهنت هذه القيادة على كل شيء إلا أنها لم تراهن على هذا الشعب، وبالتالي يجب أن تدرك هذه القيادة الفلسطينية أن الرهان يجب أن يكون على الشعب، وأن العلاقات البينية الفلسطينية هي يعني صمام أمان وهي مدخل أساسي لبناء هذا النظام السياسي. شكرا جزيلا لكم عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارجي الأستاذ ماهر شويش، كنت معنا عبر سكايب من أمستردام.